أهلا بكم من جديد. حصلت المهندسة المعمارية نهيل سلوم على جائزة المجتمع المعماري العالمي بدورتها 36 عن مشروع تخرجها تحت عنوان متحف تفسيري لجبل نيبو. وجاء فوز سلوم بعد منافسة 168 مشروعا مختلفا من 34 دولة من مختلف أنحاء العالم عن مشروعها ضمن فئة طلاب عمارة وتصميم. وقالت سلوم إن مثل هذه المشاريع تساعد على تشجيع السياحة في المملكة وإظهار جمال المناطق السياحية والأثرية والطبيعية الجميلة. ومعنا عبر سكايب الحائزة على الجائزة جائزة المجتمع المعماري العالمي المهندسة المعمارية نهيل سلوم. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة وعبر برنامج صباح المملكة. شرح سريع نهيل عن هذا المشروع الذي فزتي من خلاله بالجائزة العالمية، تفضلي. صباح الخير لك علي وللمشاهدين صباح المملكة. نعم، مشروعي هو متحف التفسيري لجبل نيبو. طبعا الهدف من هذا المشروع انه يظهر تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا اللي بنفتخر وبنعتز فيها دائما. يعني مثل هاي المشاريع اكيد بيساعد على تشجيع السياحه في بلدنا واظهار جمال المناطق السياحيه والاثريه والطبيعيه الجميله، طبعا بطريقه تجذب الزائر للقدوم اكثر من مره والاستمتاع بها. يعني طبعا كما يشير دائما جلاله سيدنا على تشجيع المشاريع السياحيه وتنشيط السياحه والاقتصاد في بلدنا. نعم، يعني هذا المشروع نشرح اكثر للناس نهيل، شو يعني متحف تفسيري؟ كيف يمكن الوصول إليه؟ كيف يمكن الاستفادة من المعلومات اللي أضفتيها في هذا المشروع؟ أكيد، يعني منلاحظ لما نعمل على زيارة موقع جبل نيبو، وطبعا هو المعروف بأنه أحد أهم مواقع الحج المسيحي، يعني هو مكان مميز له إطلالة، له ارتباط بمواقع مختلفة منها موقع المختص، نهر الأردن، وأيضا القدس، قدس الأقداس. يعني ولكن نلاحظ أنه ترتيب المناطق حسب الشرح والرواية هي غير مرتبة، فمشروعي يريد أنه ينظم ويرتب المعلومة بالإضافة إلى تكوين رحلة داخل هذا الموقع، طبعا بوجود معالم أثرية على نفس هذا الجبل منها كنيسة جبل نيبو، وأيضا هناك معرض للآثار المتبقية بهاي المنطقة، وأيضا الفسيفساء وهي جزء لا يتجزأ من تراث هذا الموقع وتاريخه، وأيضا منحوتة عصا موسى. ومن هون يعني أردت أن أعمل على ربطها مع الجبال والمناطق المحيطة لتسهل على الزائر فهم أهمية هاي المواقع وعلاقتهم بالأحداث اللي هي مرت عليه، وطبعا أكيد توضيح الرسالة اللي إحنا بدنا نوصلها للزوار من بلدنا الحبيب الأردن والزوار أيضا من جميع أنحاء العالم، وهي رسالة المحبة والسلام التي يدعو إليها الأردن دائما. فمن هون قررت أني أنشأ متحف تفسيري بيساعد الزائر للمرور بجميع النقاط بهذا الموقع وفهم معالمه وأحداثه وربطها مع موقع الحدث نفسه ليستطيع الزائر الشعور بالتجربة نفسها بطريقة بتسهل عليه فهمها، طبعا باستخدام تقنيات تفاعلية وخلق فراغ مكاني وزماني مماثل للواقع ليعيش الحدث جسديا وعقليا.
نعم، وعيش هذه التجربة اللي بالتأكيد رح تكون جديدة وأيضا مشوقة وجميلة. بشكل عام كم استغرقك العمل على هذا المشروع، وشو هي أبرز التحديات اللي واجهتك عند التطبيق؟ نعم، يعني تقريبا المشروع يعني أخذ مني 9 أشهر تقريبا، طبعا من التصميم وجمع المعلومات وتوثيقها، أكيد يعني مستعينة بالكتب والمخططات القديمة والأوراق البحثية وأيضا المقابلات، وذلك لإعادة رسم الموقع ورسم جميع المعالم الموجودة فيه مثل الكنيسة وتوثيقها والعمل على تصميم هذا المشروع. ولكن أبد يعني بالنسبة للتحديات، يعني كانت من أهم التحديات هي وجود المعالم الأثرية بهذا الموقع اللي أنا ذكرتها هلأ بالسابق، يعني لكن حاولت أني أحول هاي الصعوبات لنقطة إيجابية بمشروعي وأحافظ عليها وتكون جزء من رحلة الزائر. يعني إضافة كمان إنه في عنا المناظر الجبال المحيطة اللي حكينا عنها، كمان يعني حاولت إني ما بدي أنا يعني أسكر على هاي المناظر الجميلة، ولكن أيضا تكون جزء من قصة هذا المشروع. غلبوك شوي البرامج ولا بتعرفي تتعاملي معهم بشكل جيد؟ لا الحمد لله، يعني بتعامل معها بشكل جيد وممتاز، يعني بدنا نحكي الحمد لله. وبالتأكيد هذا كان واضح بحصولك على المركز الأول في هذه الجائزة العالمية بمشاركة عدد كبير من المشاريع من عدد كبير أيضا من الدول. لما قررتي تشاركي بهاي المسابقة، هل كنت للحظة تتخيل أنك راح تاخذي المركز الأول؟ يعني صراحة يعني أكيد لما قدمت لهاي الجائزة أكيد يعني كنت بتمنى أني أفوز فيها، وإني أحاول إني أقدر إني أقدم بهذا يعني الإنجاز البسيط بإني أوصل اسم بلدي الأردن عالميا. فيعني طبعا هذا المشروع أنا قدمته مع 168 مشروع مختلف من 34 دولة من جميع أنحاء العالم. نعم، بالنسبة لك بجوز الإنجاز بسيط، ولكن بالنسبة لنا أي إنجاز من الشباب وتحديدا أيضا الشابات بيرفع اسم الأردن عاليا. دائما إحنا بنفخر بهذه الإنجازات. والسؤال الكليشي اللي دائما بتكرر، أخذنا الجائزة، شو اللي عم بتفكري فيه في المرحلة القادمة؟ يعني طبعا أكيد التعلم والتدريب والتطوير من ذاتي، يعني هي أكثر خلينا نحكي بالعمارة ومجالاتها، وحتى يعني أني أطور من نفسي بغيرها من المجالات الأخرى، يعني هي أهم الخطوات اللي إن شاء الله رح تساعدني على أنه أفتح مجالات وخبرات أكثر لإلي، وأحاول أني أخلق يعني فرص جديدة وأفكار ومشاريع جديدة أيضا، يعني أقدر كمان أخدم فيها بلدي وأكون طبعا سعيدة يعني وأنا بنفذها. نعم، إذن بهاي الطاقة الإيجابية ورسالة منك نهيل، وأيضا من كل الشباب اللي دائما بيرفعوا اسم الأردن عاليا، لكل الجهات الرسمية بأنه في شباب بالأردن مبدعين ويحصلون على مراكز عالمية وفي الصدارة، دائما يستحقون الدعم ويستحقون منا كل التحية على إنجازاتهم. بدي أشكرك جدا لأنك كنت معنا اليوم في صباح المملكة، كنت معنا عبر سكايب الحائزة على جائزة المجتمع المعماري العالمي، المهندسة المعمارية نهيل سلوم. ألف مبروك ويسعد صباحك.